أكثر من 6 أشهر والعيون تترقب اليوم التالي لانتخاب رئيس البرلمان، ذلك المنصب المهم في إتمام مهمة السلطة التشريعية في إقرار التصويت على مشاريع القوانين. الملاحظة الواضحة عند الوسط البرلماني أن منصة الرئاسة بحاجة ماسة للبدء في التصويت على مشاريع القوانين التي يصل عددها بحسب اللجنة القانونية النيابية إلى 88 مشروع قانون، من بينها المهمة للبلاد من نواحي مالية كالموازنة التي تأخرت بفعل ما يؤكد مراقبون بسبب تأخر اختيار الرئيس، وقانون العفو العام وقوانين لعمل وزارات ومؤسسات رسمية تصب في مصلحة المواطن واقتصاد البلاد، حيث أشار نواب إلى أن 88 مشروع قانون بينها 15 قانونا أساسيا تعمل اللجنة على إكمال بنودها للمضي بالتصويت عليها. مختصون أكدوا أن الدورة الحالية لم تشرع إلا القوانين التي تخدم مصالح البرلمان ذاته بفعل الفجوة السياسية التي أكلت نصيبا من عمر إنجازه التشريعي، ويحتاج البرلمان أن يخطو خطوة إقرار الموازنة قبل أن يدخل في عطلته التشريعية. وبالفعل كانت تلك أحد أسباب تمديد الفصل التشريعي شهرا واحدا، فيما يؤكد مراقبون أن التمديد جاء لطي ورقة اختيار الرئيس التي قد تحدث تداعيات من شأنها مخاوف استمرار إثارة الجدل والخلافات بين القوى السياسية داخل المجلس. ذلك يعني بالعرف التشريعي أن المجلس بحاجة إلى السباق مع الزمن بعد اختيار الرئيس في التصويت على مشاريع القوانين، نظراً للتأخر من جهة ولإنجاح مهمته التشريعية وإتمام ورقة البرنامج الحكومي الذي يكمل البرلمان أهدافه ويحقق المنشود للشارع العراقي.